اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا يوم أن نلقى وجهك الكريم. أبناء الطلاب الصف الأول المتوسط، نكمل ما بدأناه في مادة الحد التوحيد مع الدرس الثاني، وهو أهمية التوحيد. تمهيد: خلق الله هذا الكون العظيم الذي أدهش العقول، فلماذا خلق الله الخلق؟ ولماذا أرسل الرسل؟ ولماذا أنزل الكتاب؟ أهمية التوحيد: للتوحيد أهمية كبيرة ومكانة عظيمة، نلخصها فيما يأتي. أولا، التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس، فالغاية من خلق الجن والإنس هي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. والدليل على هذا قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى هذه الآية الكريمة يخبرنا الله عز وجل أنه لم يخلق الجن والإنس إلا ليعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. وهذه العبادة التي خلق الله وهذه العبادة التي خلق الخلق لأجلها لها أنواع ثلاث. النوع الأول عبادة القلب، مثل الخوف من الله سبحانه وتعالى ومحبته ورجاء ثوابه. اثنين، عبادة اللسان، مثل ذكر الله سبحانه وتعالى واستغفاره وتسبيحه. ثلاثة، عبادة الجوارح، مثل الصلاة والوضوء والصدقة والحج. ثانيا، التوحيد هو الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل عليهم السلام وأنزل الكتب. فالحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب هي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. والدليل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمراد من الطاغوت كل من رضي أن يعبد من دون الله. ومعنى هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أرسل جميع الرسل عليهم السلام إلى جميع الأمم يأمرونهم بعبادة الله وحده واجتناب الشرك. الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك دعوة جميع الرسل، دعوة جميع الأنبياء والرسل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى ثالثا، التوحيد أول الواجبات. فأول ما يجب على العبد توحيد الله تعالى، والدليل على هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. والمراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. رابعا، التوحيد
أوجب الواجبات. والدليل على هذا قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومعنى قضى أي أوجب، أوجب الله سبحانه وتعالى ألا نعبد إلا هو، وأمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك، وأرسل الرسل ليبينوا الحق ويبينوا أنه إله واحد فرد صمد. ننتقل يا أبناء الطلاب إلى خامسا: التوحيد أساس قبول العمل. فتوحيد الله تعالى هو أساس قبول كل عمل، فإن الله تعالى لا يقبل عمل المشركين، وإن كان في ظاهر عملهم صالحا كالصدقة والبر ونحو ذلك. والدليل على هذا قول ربنا سبحانه وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وسادسا: التوحيد أعظم حقوق الله على العبد. والدليل على هذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، ما تدري يا معاذ، تدري ما حق الله على العبد وما حق العبد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العبد أو على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيء، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيء. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. نشاط: تبين لي من خلال هذا الدرس الأهمية الكبرى للتوحيد، وذلك للأسباب الآتية: أن التوحيد هو الغاية الأسمى، وهو الغاية والوسيلة إلى دخول الجنة، أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ننتقل إلى أهمية التوحيد. أهمية التوحيد الغاية من خلق أهمية التوحيد واحد، الغاية من الخلق من خلق الجن والإنس. اثنين: الغاية التي من أجلها أرسل الرسل عليهم السلام وأنزل الكتاب. ثلاثة: أول الواجبات. أربعة: أوجب الواجبات هو التوحيد. خمسة: أساس قبول العمل. ستة: أعظم حقوق الله على عباده. ننتقل إلى التقويم. ما الحكمة من خلق الخلق مع الدليل؟ اثنين: ما الحكمة من إرسال الرسل عليهم السلام؟ ثلاثة: ما الدليل على أن التوحيد أعظم الواجبات؟ بهذا قد ختمنا الدرس الثاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأخيرا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.